مسائل انتصارات، مسائل بطولات، مسائل تضحيات. سلام الله عليكم ورحمته هو تعالى وبركاته. مختصر لموقف العمليات ليوم الخميس الموافق 10/10/2024. نزل بأما أمر الصفحة واستمرارية الصفحة، لايك شير ملصقات، حافظوا على صفحتكم. طيب نعتذر يا اخواننا، امس ما طلعنا لايف واليوم ما طلعنا لظرف ما، لكن باذن الله من بكره حنستانف وحنشتغل وحنواصل الشغل راقد مردم مردم مردم. اقسم بالله العظيم دم القشم بتاع زمان، ناس زي انا ما اعرفهم مالهم، الناس زي شغلهم بيختلف. وداير تتاكد من الموضوع ده، سيبك من صفحاتنا وسيبك من الكلام اللي بنقول فوقه، شوف الخطاب بتاع المعلم امس. ها بغض النظر عن هو ولا ما هو ولا انا في الكلمه اجاد باسمه، شوف الناس زل مبلولين قدر شنو. خطاب انهزامي اكد لك تماما وثبت لك انه القشم يشتغل شغل فريد من نوعه. انا كلمتك قلت لك الشغل بتاع جبل مويه ده شغل بيختلف، انا قلت لك الطيران سكن مع الناس زي السكنه، كان اول بدق يعني غاره غرتين وبيمشي، لكن المره دي لا، سكن معهم سكنه. ياهو ياهو طلع بيتكلم قال لك بالساعات، فاجئهم فجأة لمن قالوا ما دارين، دقم دق زي الدق. وبالمناسبه الجبل ده نازل خسروا فيه خسائر فادحه، ونازل قواتهم كانت في الجبل كبيره، واسلحتهم ده كانت كثيره ومتنوعه، لكن باذن الله كويس. ها النازل دق ودق، اقسم بالله العظيم دق زي الدق. ونحن ما عندنا اعلام، اعلامنا ذاته منتهي صراحه، ما عندنا اي اعلام، اعلام منتهي اقسم بالله. الجنجة ديل لو كان الشغل العمل والجيش في جبل مويه كان عندهم، لا 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 كان يصدعونا لك بالعربات، يصدعونا لك بالذخائر اللي استلموها، يصدعونا لك. لكن والله العظيم انا اتاكدت تماما وايقنت انه الجيش ده المعركه دي متكتم على اعلاميا، شغل بعيد عن الاعلام. يا هو بس جاب لكم جزء كده مقتطفات من نوع الاسلحه ومن الادويه والحياه اللي مسكوها المطرطه فيها الدويله ديك، لكن النازلين دق ودق. والله واحد من المصادر قال له اقسم بالله نحن شقالين نتفقد، قال لي حول الغرة دي. والله قال لي سترنام كده ساكت، سترنام بس نحن ساي سترنام كده بس في طريقنا فوق ال 200، فوق ال 200 جنيه ده لسه ترم بس. وده شغل ده بس في حدود معينه كده، في اتجاهات معينه، ده في حق ده في خط سيرهم، وغير العربات اللي اتمسكت منهم والسلاح اللي اتمسك منهم. والنادي سيجي نازل ما كان متوقعين، ما في جنيه كان في جبل مويه ده متوقع عنده بمرق، لانه كانوا مغرورين بنوع السلاح اللي عندهم، بيتعاملوا مع اي عربيه جايه بيتعاملوا، هم مفتكرين انه الشغله زي والبيو بيدونوهم وبيشغلوهم كده وبيرجعوا، لا لا المره دي اكلهم لك اكل زي الاكل. وانا زي ما وردك قلت لك الجيش اختلف، التسليح ما زي تسليح زمان، العدد ذاته ما زي عدد زمان، قوات متنوعه، شغل متنوع. يا اخي نازل دقهم دق اقسم بالله مطرم مطر مطرم وملغوه كله جزء منه من طرف المعسكر بس، وقاموا بهم وتاني كله زي ده. يقصد منطقة بقومك منها بقومك منها جنجة، وما عندك حاجة. واي زول داير اسمع كلام هنا يا حميدتي يقول لك ما عارف استنفار وما استنفار وحياة الله، حتجي وبرنامجك حيكون نفس الجمال الفاتي يعني، واستنفر دول ما عملت حاجة. جاي انت يقول لك قال استنفار وتعال وما عارف وزونات، خلاص كتمت فيك. غارم بين الخطاب بتاعه في بداية الأحداث وقارن بين الشكية والبكل هسه، يا زول يا زول انت ما اثبت بس، انت وجماعتك يا شباب كنا جنجر جنجر، ده الجنجر ذاته لسه وهسه في منطقة بتم التجهيز، وان شاء الله في الايام الجاية هتفروا هتشوفوا براكم. اقسم بالله جاي بالله شفت فطاحلة ناس شاربين العسكرية دي كده شراب، شاربينها شراب، بيخططوا بيخططوا، وان شاء الله هتشوفوا براكم. وقولوا ابراهيم قال، قولوا ابراهيم قال، هو نازل ما عندهم حاجه، لا اقول لك من الواضح نازل انتهوا. والله العظيم في كل المحاور انتهوا، معنويات ما في، معنويات ما في، هروب. امشي في جنوب الخرطوم والله هروب زي الهروب، وامشي في زاد القشم بتاع جنوب الخرطوم يا غادي زاحف قدر شنو،
شوف شغال كيف مواقعه المتقدمة اللي كان بتمثل لهم يعني نقطة بتاع دينزر قاموا منها قالوا عاب انهم قلع عديل. اقسم بالله العظيم شغل زي الشغل وفيه استلام عديل وفيه استسلام. موضوع ده اختلف عندك بيغادي بيناك بحري برضو تبقى القليل وفي دكشة ما بنعلي عنها. وهس البروفة بدت هس البروفة للدكشة دي بدت العمل الخاص داخل يعني الجنجة في منطقة كده كويس. امسك شنبات مثلا الان بدت فيها عمليات تبع العمل الخاص بيجروا من فوق لل 30 والتماشي وبرجعوا. احنا ما بننكر انكم كنتوا قاعدين فيها لكن هل في حساباتكم كنتم متوقعين انه القوة الاولى بزي تصلكم في الموقع ده كده؟ سؤال يا جنجة ما راحت لكم. هو بيغشوكم هو الناس اللي بيغادرها شرقت. اقسم بالله فزعكم الثالث اتقطع وحياة الله فزعكم الثالث اتقطع وديل هنا شبكي محاصرين ما يقدر يدقوك ما اتصل بهنا ما اتصل. وعندك برضو الاجتماع بتاع حلة حمد اها لقيتوها كيف يظهر ما في اي اجتماع. عندك الاجتماع الكام بتاع الرياض دنيا زايلة. اجتماع بتاع كافوري دنيا زايلة. بتاع حمد دنيا زايلة. هزار ما في هزار هزار ما في. شغل ده اختلف والله العظيم والله شغل ده اختلف. ما يقعد يغشوك والله العظيم بالفتات البدوك اللي ده اقسم بالله العظيم بتمشي بتجد. وغير كده انت يعني براك كده انت كده براك هجرت نفسك نزحت نفسك لانه كده كده نازل بتخارجه ما تفرح بوجود الجنجة. ما كانوا قاعدين في بعض المناطق مسكن درمان القديم كانوا قاعدين في بعض المناطق مع الناس سيجوا منها ليه؟ خلوا الناس وذاته القاعد ودي بلد وصيج معاهم. عندك كذلك في بحر دي في ناس صيجوا معاهم حتقعد بس تطاردوا كده ومتعاونين بتاعين صالحة شفت بتاعين المربعات بتاعين الشقلة بتاعين اقسم بالله العظيم انا وريتكم الكشوفات ذاتها ترفعت الكشوفات ترفعت موضوعكم انتهى وكله جاي ده صعب. انا وريتكم الجيزة كان في مرحلة اسمها الاعداد الاعداد الان بدأ في التقدم اعداد ده فل سلاح بقى والله انا حاضر وما حاضر اقسم بالله شايفه بس في صفحات منه اه المشككين لكن عليه القدم الجيزة اموره ماشي والعمليات ماشي. بالنسبة لموقف العمليات الامور تمام في كل المحاور. عندك السوق العربي الليلة الشغل قرب يبقى زي شغل جبل مويه. طيران اشتغل هناك ساعة ونص على التوالي ما وقف حيط بعض الاهداف. كذلك عندك شارع الله بيقادم هناك مطرم لك لمن قالوا ما دايرين. عندك المكرم برضو تقدم فيه والتوسع قشم متوسع بيقادم هناك. كذلك عندك جنوب الخرطوم برضو توسع وتحقيق مكاسب جديدة والامور ماشية. عندك بحري برضو الامور ماشية. عندك المصفى برضو اخذ نصيبه اليوم. انا بقول لك النجمه بتاعت الانجاز من النصيب الجويه الامور ماشيه. قرب من درمان او الطلاقيد والشغل بتاع المسيرات الايام دي فيه. عندك حول القياده والحتات دي في برضو تحييد اهداف. عموما عندك سوبه برضو في هدف تم تحييده. عندك الرياض في هدف تم تحييده. عندك المعموره برضو في هدف تم تحييده. الايام دي في شغل نشط بالنسبه لناس المسيرات فالامور تمام. الناس تطمن الناس تطمن خالص. بالنسبه للمحور الغربي مشتركه فوق ترابورو فوق ساسا فوق زي ما وريتكم برضو قد يصاروا لك من منطقه ما بنحددها لك حافرين كويس. الوالي كرشوم والي شنو فطر هو قال لك اداره اهليه وشنو ما عارف وعمك ذاته لياقه ما فوقه قام كده وقع كان كسر هناي كسر زي ما بقول كسر رجله. فيجي يقول لك يطمن في الناس هو يخط في راسك ما في زول جاي قاصد مواطن. دي معلومه يخطها في راسك زول قاصد مواطن ما في. احنا اول قشم عموما اول مشترك عموما قاصدين حاجه اسمها جنجة. شلتها سلاحك ده رفعته ضد الدولة دي كايسنك انت بس مواطن ده ما فيز ولا ممارساتكم دي نهائي. ونحن ضد ضده والتوجيهات في المشترك في الساسة
لا تدويل نهائي. شفتوا الشغل اللي بتعملوه فوقته ده؟ احنا عكسكم بس. ولحد هنا اخواننا ونجيب ولا نلتقي غدا باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الناس ما تنسى تشير وتعمل لايك عشان شنو، تحملنا الصفحه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.